شباب هنتعلم هناخد تمرين كارديو ممتاز جدا. كل مجموعة هنحاول نكررها 30 ثانية. أول حاجة جري في المكان مدة 30 ثانية، بعدين هشغل كتفي فوق واطلع 30 ثانية، بعدين هرجع تاني 30 ثانية، بعدين هشتغل جامب، بعدين فتح الضم. طبعا كل أداء 30 ثانية، بعدين هاخد قدام ورا، بعدين هاخد كروس، تمام. بعدين هركز شوية سكواتات خفاف، واحد مع الجنب فوق، بعدين هاخد تمرين معايا